السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي شويه من كل شيء مع هناس. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي يكون اول فيديو تطبيقي لشي حاجه من الحاجات اللي ان شاء الله بحول الله غنشاركوها مع بعضياتنا في القناه. اليوم غادي نوريكم كيفاش يمكننا اننا نعدلو اولا كيفاش يمكننا نصنعوا واحد الاكسسوار اللي اصبح متداول بزاف ما بين بزاف ديال الشباب والشابات، لانه يمكن له انهم يلبسوه الذكور كيف يمكن له يلبسوه الاناث، اللي كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هذا الاكسسوار يمكننا اننا نعملو فيه النوع ديال الخرز اللي حنا بغينا حسب الرغبه، يمكننا ان نعملو لون موحد خصوصا بالنسبه للذكور اللي بغاو يلبسوه الوليدات. الشباب او المنسي المراهقه حتى 30 سنه يمكن لهم انهم يعملوا لون موحد، مثلا اسود وابيض، اسود في اسود ولا اسود في ابيض، او لا كاين اللون اللي كيكون فيه اسود وابيض. كيف يمكن للبنيسات انهم يتفننوا في الصنع ديال هذا الاكسسوار اللي هو سهل جدا، ما كيطلبش منا شي حاجه اللي هي غاليه، كيف ما كيطلبش مننا واحد المجهود كثير، ويمكننا نحصلوا على شي حاجه اللي هي زوينه وراقيه وكتتباع عند الناس اللي كيبيعوا الاكسسوارات. وربما هذا اللي ممكن انك تصنعه بيدك يكون افضل من هذوك اللي ممكن تجبرهم في الاسواق. شنو كنحتاجوا لهذا الاكسسوار هذا اللي يمكننا كيف ما قلت لكم نعملوا اشكال وانواع متعدده؟ هذا بالاسود كيف ما كتشوفوا، هذا بالابيض وفيه هاد شويه هذا ما فيهش الخرز، هاد الشكل هذا مثلا بهذه الطريقه هذه بالاصفر والابيض. كيف يمكننا نعدلو بهذه الطريقه هذه اللي كيكون فيهم الاسماء، يعني طرق الاشكال كثيره وطريقه كتبقى واحده بطبيعه الحال، كتغير فقط حسب نوع الخرز المستعمل وحسب نوع ديال الخيط المستعمل. الخرز كاين بزاف ديال الاشكال، انا غنوريكم بعض منها اللي ممكن اننا نستعملوهم. مثلا هنا ها انتم كتشوفوا كاين هذا النوع ديال الخرز، كنتمنى يكون واضح لكم هذا النوع ديال الخرز. ها هو كيكون خرز اللي هو ملون، وهو بزاف كاين في لي زاكسسوار اللي كيتباعوا جاهزين. كيف كاين هادو اللي كيكونوا لون موحد، هادو طي 10. كاين خرز اللي كيكون صغير بحال هذا بلاستيكي، بحال هذا الاحمر اللي هنايا، انا نوريكم الوان اخرى باش تعرفوا بان كاين الوان كثيره يمكن لكم انكم تشوفوا عند اللي كيبيعوا لوازم ديال الخياطه، راه غادي تجبروا عندهم بزاف ديال الالوان وبزاف ديال الاشكال. ها انتم بحال هذا الشكل هذا، هذا خرز بلاستيكي. كيف يمكننا نستعملو الخرز اللي غادي اللي انا مستعمله في هذا الاكسسوار اللي انا لابسه في يدي وفي هذا اللي وريتكم؟ هذا خرز خشبي مصنوع من الخشب ومصبوغ، ولكن بالنسبه لنا استعملنا هذا الخرز اللي هو من الخشب كيخصنا شويه نحاولوا عليه، مثلا ما نقيسوهش بالماء، لان هذا الخرز هذا اذا نقصوا الماء كتبقى يتمحالوا هذه الالوان هذه، وبالتالي كيرجع اللون ديالو خشبي يعني ما كيبقاش فيه هذه الالوان. في حين اننا الا استعملنا مثلا هذا الخرز اللي وريتكم ديجا اللي هو بلاستيكي في حاله الشكل هذا، هذا راه ما كيفقدش نهائيا اللون ديالو، كيبقى هو هو، وهذا يمكننا اننا نستعملوه حتى للوليدات صغار. الا بغينا نصايبوا لشي بنيته ولا شي وليد اللي غادي يكون السن ديالو مثلا نقولوا من سنه، من سنه ونصف حتى العشر سنين، ولا انتم عارفين الوليدات راه ما كيحاولوش، يمكننا اننا نستعملوا خرز بلاستيكي في حاله الشكل في هذا الموديل انتم كتشوفوا، هذا خرز بلاستيكي وكيجي مزيون حتى هو، وهذا وخيط قاص بالماء ما كيوقع له حتى شي حاجه. في حين ان هذا اللي كتشوفوه هنايا كيعطي واحد المنظر مزيون حتى هو، ولكن هذا كيخص بنادم يحافظ عليه باش يبقى محافظ على هذا الرونق ديال الالوان ديال الخرز المستعمل. قلنا غادي نحتاجوا الخرز كيف ما قلت لكم، غادي نحتاجوا الخيط طبيعه الحال، الخيط ديال الساتان يفضل، خيط ديال الساتان في حاله الشكل هذا حتى هو غادي تجبروا فيه، كاين احجام، كاين هذا الحجم هذا، وهذا هذا الحجم هذا هو اللي كيجي زوين في الخدمه صراحه. كيف كاين الاحجام مثلا بحال هذا الحجم هذا رقيق، يمكن لكم تستعملوا سوا هذا سوا هذا. هذا خرز، هذا خيط من الساتان، كتشد فيه العافيه. غادي نحتاجوا شي حاجه اللي غادي نخدموا عليها ضروري، سوا مخده سوا كرتونه، مثلا انا غنوريكم هنايا عندي كرتونه بحال هذا الشكل، هذا غطاء ديال واحد الكرتونه يمكن لي انني نستعمله كاداه اللي غادي نخدم عليها اللي غادي تعاونني. غادي نحتاجوا سوا هادو مقبطات ديال الشعر، قراصات، هانتوما
خلايل، حنا كنقولوا لهم هنايا في الشمال كنقولوا لهم خلايل. هانتوما انا غادي نستعمل هاد الجوج حيت هادو قاصحين شويه، عندهم هاد السنينات هادو غادي يساعدوني. كيف يمكن اللي ما عندوش هادو يمكن له يستعمل اي هادو الخلايل ضد النشير، هادو كنظن ما كاينش بيت مغربي ما كاينينش فيه، وغنستعملوا المقاس بطبيعه الحال. شنو غادي نعملو كخطوه اولى؟ وانا بطبيعه الحال غنستعمل هاد الخرز الخشبي، ها هما هانتوما كتشوفوا. اول خطوه غادي نعملها هي انني غادي ناخذ الخيط ديالي وغادي نقطع منه الخيط ديالي اللي هو هذا، وغادي نعمل مقياس على الدوره ديال اليد ديالي بهذا الشكل، ونخلي الزيادات. هاد الزيادات هما اللي غادي نصنع منهم ديك المقبض او اللي غادي يساعدني باش انني نفتح وانني نسد بحريه وما يكونش عندي مشكل في ادخال ديال البراسلي ديالي. الو نشرح لكم اول شيء شنو اللازمه ديال هاد الكرتونه هادي باش غادي تفهموا. يمكن لكم بعد داكشي تستعملوا سواء الكرتونه تستعملوا اي او لا شبكه او لا اي وسيله يمكن لها الناس تعاونكم في الخدمه. هاد احنا شنو محتاجين؟ محتاجين باش ان يكون عندنا الخيط مثبت من جوج الجهات بهذه الطريقه هادي. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تستعنوا باي حاجه في التثبيت، سواء بخلاله شعار ولا خلاله ديال نشير ولا اي حاجه. احنا محتاجين ان الخيط يكون مثبت من جهتين ويكون عندنا فراغ فين يمكننا اننا ندخلوا الخيط الثاني اللي غادي نبداو نخدموا به، لاننا غادي نخدموا بالخيط الثاني هذا غادي يكون مثبت من الطرفين وغادي نخدموا بهذا الخيط هذا. شحال غيلزمنا هذا الخيط؟ غيلزمنا تقريبا مترو، مترو ديال الخيط غنحيدوا منه هذا القياس هذا اللي عملنا على اللي قيسنا على يدنا، وما الباقي غادي نقسموه غادي نشدوه في المنتصف وغادي نخدموا به. بالنسبه للي انا ما غاديش نخدم بالكرتونه غادي نخدم بالوساده مخده، وانتم غادي تشوفوا الوسيله اللي غادي تعاونكم. نحيد انا عليا هذه المخده هذه هاد الكرتونه بليطو ونجيب الوساده ديالي كيف ما هاد الشكل. الوغ هنا ما غاديش نحتاج الخلايل باش نثبت، وانما غادي نحتاج حاجه واحده اخرى اللي هي هاد الفنيتات. هاد الفنيتات غادي نشبر الفنيته ديالي وغادي نعمل هاد الشكل وغنثبتها من الجهه الاخرى. وردوا بالكم بان راه الخرز هو عندي ديجا هنايا من الجهه الاخرى. التليفون ما كيشبرش واحد الزاويه كبيره صراحه، كاين شويه ديال الصعوبه ولكن نعديو مع بعضياتنا. المهم الفكره توصل، هذاك هو الاساس. دابا شنو غادي نعمل؟ غادي ناخذ الخيط ديالي كيف ما قلت لكم في المنتصف، يعني تقريبا يكون عندي نصف متر للجهه اليمين ونصف متر للجهه الشمال، وغادي نبدا بسم الله. غادي ندخل الخيط ديالي من التحت ديال الخيط اللي عندي مثبت، وغادي نبدا. هانتوما كتشوفوا بان عندي واحد السباس يمكن لي نلعب تحت منه. دابا غادي نبدا اصويلك باغا نعدل هذا الموديل هذا بهذه الطريقه. لو بغيت نعدل هذا الموديل راني غادي نبدا من الغرزه الثانيه، من الغرزه الثانيه مباشره غنبدا نعمل الخرزات اولا العقيق، كل واحد كيفاش كيسميه. الا كنت انا بغيت نعدل هذا الموديل هذا وهو اللي غادي نعدل قدامكم دابا بهذا الشكل، معناته محتاجه شحال من عقده؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هما كيمشيو نتمنى يكونوا واضحين. كيجيو هانتوما كيبانو لكم مع الإضاءة، هانتوما كيبانو مثلثات مثلثات مثلثات. ألو محتاجة أنا يكون عندي ربعة ديال المثلثات مدوبلين اللي غادي نعمل دابا هنا، وانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي يجيو. غادي نبدا ناخذ هذا الخيط هذا لهاد الجهه، ها انتما الخيط عندي من التحت، ومن هنا غادي ندوزو من الفوق وغادي نصنع هاد الدائره. ناخذ الخيط من الجهه الثانيه سواء اليمنيه ولا الشمال على حسب انتما الجلسه ديالكم، وغادي ندخلو. شوفوا غادي نجيبو من فوق هذا من هنا بهذه الطريقه، وغادي ندخلو من تحت هذا من هنا، وغادي ندخلو في هاد العينينه. كنتمنى يكون واضح باش غادي نصنع هاد العقده بهذا الشكل. ها نتوما العقده غتكون عندي بهذا الشكل، العقده الاولى
كيجي شويه ديال لو تراك ملي كتكون كتصور ضروري كتعمل حساب بزاف ديال الحاجات، يعني ماشي بحال ملي كيكون بنادم كيخدم ما كيصور ما حتى شي حاجه، راه كيكون سهوله ودغيا دغيا كيكون داكشي سلس. ولكن دابا ضروري غادي نضطر انني نعمل شويه الخاطر باش الفائده تعم الجميع وكل شيء يمكن يصنع براسي، اللي هو صراحه يعني حاجه زوينه يمكننا نهديو بها اصدقاء ديالنا. كيف يمكننا اننا نستعملوهم حنايا ريوسنا؟ كيف يمكننا ناخذهم كمشروع؟ على فكره هذا راه ممكن يكون مشروع مربح بزاف ديال الشباب والشابات، خصوصا اللي كيكونوا في سن المراهقه مع التلاميذ الاصدقاء ديالهم في ليكول وديك الشيء. راه الثمن ديالهم راه كيتباعوا حتى ل 15 دراهم باش كيتباعوا جاهزين. يمكننا حنا الا بعناهم ب 10 دراهم راه ديجا عندنا فيهم الربح تقريبا نص بنص. الو، ممكن يكون مشروع مربح حتى اللي بغى يعمل مصروف الجيب. دائما قلنا نعدل العقدة الثانية، بون غادي نصنع ثاني العينينة. دائما واحد الخيط هو اللي كنعدل به هاد العينينة هذه، والخيط الاخر كنخدم به باش تكونوا عارفين. هانتوما ردوا البال، هاد المرة العينينة من هنا، المرة من الجهة غتكون العينينة من هاد الجهة. كناخد الخيط ديالي، الراس ديالو دائما كنجيبه من فوق، من فوق هذا من هنا بهاد الطريقة، وكندخلو من التحت وكنخرجو في هاد العينين. شنو قلنا؟ العينينا هي رجعت لهاد الجهة هادي، وكناخدو الخيط الراس ديالو دائما نجيبوه من فوق هذا وندخلوه من هنا ونخرجوه في هاد العينينا. عاوتاني تعكست العينينا الجهة الأخرى، ناخدو دائما الرأس وندخلوه من تحت هذا ونخرجوه في العينينا. الطريقة سهلة جدا، خسر شويش بنادم يكرر العملية مرة وجوج وثلاثة، أكيد ما غادي يغلط أول مرة، ولكن راه غادي يبان لك. ضروري ما خص يكون عندك، يجيك بحال هاد الشكل هذا، يعني ما يجيكش ملوي ولا شي حاجة، باش يكون عندك الشكل صحيح. غادي نمشي بنفس الطريقة. الآن بعد ما انتهيت، من بعد ما كملت العقيق اللي عندي كامل، دابا غادي نبدا نعمل عدد ديال الضريبات اللي عملت من هنايا. هنايا عملت 8 ديال العقدات، غادي نعمل 8 ديال العقدات حتى انا باش يكون عندي نفس القياس. ونستمر بنفس الطريقه باش بدينا. انا عملت هنايا ديجا 1 2 3، وكنستمر 4 5 6 7 8. كملت 8 كنوقف. بون نشوفو البراسلي ديالنا، ها هو كمل، انتوما كتشوفو نعملو عليه يدنا نشوفو. بون شتو الشكل ديالو كيفاش كيجي. يمكننا نزيدو عدد ديال العقيق، يعني نزيدو حتى لهاد البلاصة اللي درت انا بالكحل. يمكن لكم نتوما تستغنيو عليها وتكملوها بالعقيق، يعني تبداو العقيق من البداية، يعني يجي كامل الدورة ديالو بالعقيق. مي انا فضلت هاد الطريقه هادي. وغادي يبقى لي واحد شويه ديال الخيط، هاد الفراغ هنا، هذا راه ما غاديش يبقى، لان هنا غادي نخدم غادي نخدم ديك العقده ديالو، بالتالي ما غاديش يبقى. الو، ها انتم كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، هو هذا. غادي نكملوا من هنا، غادي نعملوا واحد العقيقه، نختار المهم الالوان اللي بغينا حنا، ماشي انا عملت هذا هادشي هادي. في حاله ما اذا مبغاش يدخل لكم، ولا حيت بعض المرات كيكون بعض العقيقات كيكونوا صعاب ما كيبغوش يدخلوا. بون نشوفوا واش تبغي تخرج لي بهذه الطريقه، ما بغاتش انا غادي نبدله، نستغني عليها وناخذ شي وحده اخرى. هادي نفس الطريقة، ها
غادي نعمل واحد العقيده هنا في الحاشيه، نعمل عقيده بهذه الطريقه. هذه العقده تكون مزيره مزيان باش ما تحيد لناش الخيط، ونفس الشيء غادي نعمل في الجهه الاخرى حتى هي، غادي ندخل فيها وغادي نعمل العقده ديالي بهذه الطريقه. غادي نحاول نقطع ديك البقايا، البقايا ديال اللي كاين هنا نتخلص منها. وهذا الشيء اللي باقي ضروري يبقى عندي واحد شويه، نخلي واحد شويه زايد، ما نقطعش كل شيء، ضروري يبقى عندي واحد الطريف زايد بحال هذا. انتما كتشوفوا ضروري، لان به باش غادي نلصق. شوفوا شنو غادي نعمل له، عندكم تحرقوا ندوروا مزيان ونلصقوا. ضروري نعمل له الطريقه هذه باش كيلصق على بعضياته. نفس الشيء من هنا، هذا الطريف اللي شاط هنا هو اللي غادي نلصق فيه، هانتوما حتى كيبدا يدوب وهو كيكون كيلصق على بعضياته اساسا بهذه الطريقه. الو غادي يبقى لنا من هنا نقطع هذه الزيادات اللي عندي. شوفوا هانتوما راه نص متر، شوفوا شحال شاط لي منه ديال الخيط. نقطع نعمل واحد الحاجه، نزيد واحد العقده باش ما نضيعش هاد الخيط كامله. نقص حافي شوية صافي. دابا راه لاصق صافي، نتوما كتشوفوا يعني حتى ما كيبقاش يبان نهائيا. دابا غادي نعدلو له بطبيعه الحال باش غادي نبقاو نفتحوه ونسدوه. غادي ناخذو غادي ناخذوه بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا بهذه الطريقه، وغادي ناخذو الخيط وغادي نحاولوا نصنعوا. المهم يمكن لكم تثبتوه، يمكن لكم تثبتوه بهذه الطريقه، تثبتوه من هنا يجيكم بهذه الطريقه هذه. المهم انا بالنسبه لي ما محتاجش انني نثبتو، غادي نخدموه بين يدي ديجا مولفه، ولكن بالنسبه لشي واحد مبتدئ غادي تثبتوه بطبيعه الحال. غادي نخلي الخيطي هذا القياس هذا ماشي بزاف، وغادي نبدا نخدم عاود بنفس الطريقه باش كنت خدامه الفوق باش خدمت البراس لي كامل، يعني بنفس الطريقه هكا بين يدي كندخل الخيط من التحت ونخرجو في نفس العقده على الخيوط بجوج. يعني اللي كنا كنعملو على خيط واحد غادي نوليو نعملو على خيط مع بعضياته باش نثبتوا الخيط مع بعضياته. مباركة كافي، زيروا مزيان 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 مزيان، زيروا مزيان، لان كل ما زيرتي كل ما غادي يكون غادي يبقى شاد معك واحد المده طويله.
نقطعوا هاد الزيادات دائما، وناخذوا هادو بين يدينا كاملين باش ما يتحرق لنا بالبريك ولا شي حاجه ويضيع لنا الخدمه كامل اللي عملنا. نبقاو عيد هاد الحاشيه هادي اللي تبقى هانتوما، نخلي لها فيها تشد فيها شويه بق نطفيها باش تلصق. ما خصناش يبقى لنا نهائيا الشوائب ولا يبقى شي حاجه اللي ممكن انها تجرحنا في يدنا، ولا انتم عارفين هادشي كيكون في اليد يعني غادي يدير مونجي الا كان شي حاجه فيه كتجرح ولا هانتوما هانتوما. ها هي القفاله ديالي اصبحت جاهزه، وبالتالي ها هو البراسلي ديالي عندي جاهز هانتوما كيف ما كتشوفوا، غادي نلبسو قدامكم بون بسم الله، وغادي نشبر يمكن لي نشدو عيب يدي بطبيعه الحال. هذا هو البراسلي، نزول هذا باش يبان لكم. هذا نفس الشكل نفس الشكل غير هو مخدوم بالخيط رقيق اللي كنت قلت لكم. هو هذا ما وصلنا لنهايه الفيديو، هذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه. اكسسوار اللي هو زوين كيجي راقي في اليد شبابي، ويمكن له يتلبس مع حاجات اخرى بطبيعه الحال.